N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de la partager et de mettre un j'aime. الفطور الجماعي هذا كان عبارة عن فرصة أننا نتلاقاو فيها واحد مجموعة الناس، نتعرفوا على الناس جداد، نشاركوا الأفكار ديالنا. وهو في الأول كان المقصود منه هو أنه يكون إن شاء الله انطلاقة ديال الأفكار جديدة وانطلاقة مشاريع جديدة تكون كتجمع الشباب ديال مدينة أصيلة ببعضياتهم. Hi, I'm Tom. We arrived in Asila maybe 4 hours ago, and 2 hours ago we were sitting up on the wall just up here, and we saw some people gathering, and we thought, what's going on? So then someone beckoned us to come down and join, and we did. And we definitely don't regret, because the atmosphere here is amazing. Singing and talking together by the fire. We got offered so much delicious food from your country. Yeah. Thank you so much. Yeah, we really enjoyed the singing and the dancing. We have no idea what any of the songs were about, but it was still good fun to join in. And it's just a really special place to be. So we at least clapped. And thank you. وأول مرة غادي نجي هيدا مع الكروب غادي نفطرو. الجو مزيان بزاف ونشرب الفطور مزيان بزاف وعجبني هاد الجو بزاف. بزاف الجو مزيان، حكنا لعبنا كلينا. الفطور كان مميز بزاف، كان فطور اللي ماشي عادي اللي كنديروه دائما في الأيام ديال رمضان. كانوا حاضرين مجموعة ديال الشباب ديال المدينة ديالنا اللي كنفتخروا أننا قمنا بهذا الفطور وبهذه المبادره معاهم واللي حمرونا الوجه. بالنسبه للفطور اليوم احنا معروفين شباب ازايله عزيز علينا نخرجوا، عزيز علينا ما نفطروش في الدار، داك الروتين ديال الدار كنعيو به. ولهذا احنا دائما الحمد لله في الزنقه ولكن مع الشباب كاملين. ولكن هذا اليوم يوم مميز بامتياز، جمعوا شي شباب كل واحد وله مواهب، كل واحد من نوع الخاص، وحنا فرحانين بزاف على الفطور اليوم. انا هدى من مدينه طنجه، صراحه جيت من هنا كان أزايلة، عجبني الفطور بزاف والنشاط كان مستوى. الفطور كان رائع مزيان. اسمي سهيلة من طنجة، أنا فرحانة بزاف بالتجربة. المهم أنا من المنظمين ديال الحفل. المهم صراحة ما عرفتش كيفاش داز الحفل، خلي هما اللي يهضروا على الحفل كيفاش داز. نقدم لكم سناء تكلم لكم. صراحة أجواء اليوم دازت مزيونة بزاف وعجبنا الحال، ما كاينش شي واحد اللي ما عجبوش الحال، حيت كلشي داز مزيون. أنا ثاني مرة غنشارك في هذا النشاط هذا في رمضان. قال لي صاحبي عبد الرحمن اللي كاينه واحد فطور وصافي ومشينا. عجبني هذا الشيء هذا اللي حدا البحر وكنتعرفوا على بعضنا وصافي داز مزيان. بالنسبة لفطور اليوم راه فطور كان رائع زعما صراحة. كنبدلوا شوية الروتين ديال انك تفطر في الدار دائما مزيانة مرة مرة نبقى نعاودو أيضا نفطرو مع بعضيتنا. فطور زعما كيما قلت كان رائع، وكانوا بزاف ديال الناس في مدينة أصيلة اللي جاو. وكيعجبني نتمتع بالمدينة، الجمالية ديال المدينة وجمالية ديال البحر ديال المدينة ديال أصيلة، حيت عندها واحد البحر اللي هو واعر بزاف، كتمتع بالجمالية ديالو. وثاني حاجة كتزولنا ديك كلافي
ديك التعارف ديال كلافي، تعارف حقيقي، تعرفوا الشباب على بعضهم حقيقيا. حنا كنعملوا عمل جمعوي، حنا خرجنا شويه على الجمعيات، بغينا نجمعوا جروب ازايلا خصوصا ملي بدا دابا رمضان، الانسان كيكونوا الخواطر ديالو شويه من بعضياته شويه مزير. حنا حاولنا نديروا هذا الاجتماع ماشي باش ناكلو ولا باش نفطروا، لا، حنا الهدف ديالنا ماشي هادشي، الهدف ديالنا هو اننا نتواصلوا مع بعضياتنا، هو ان شي واحد لا كان مقلق من شي واحد ولا شي واحد كيحس براسو ناقص من الجهه ديال شي واحد، اننا نلقوا القلوب ديال بعضياتنا. الحمد لله درنا لعاب، درنا انشطه، فطرنا، كلينا، نشطنا مع بعضياتنا، تعرفنا على بعضياتنا، كل واحد شنو كيعمل. الحمد لله دايزه لحد الان، بقى دايزه المسيره مزيانه، شي واحد ما مقلق من اخر. برايي ديالي في هذا الافطار هي فكره زوينه انهم يتجمعوا اصدقاء كبار وصغار، يعني كيكونوا انشطه زوينين بيناتنا، واخا ما كنكونوش كنعرفوهم بحال كنتعرفوا على ناس جداد، وفكره مزونه. يعني اول مره كنظن هاد الدار في ازايلا. شكرا حيت خليتونا نتجمعوا، حيت خليتونا نتلاقاو، ودازت صراحه هاد التجميعه جات مزيونه، وشفنا فيها الحباب، شفنا فيها الناس بخير بحالكم. الراي ديالي في هاد الافطار زعما فكره كما ينبغي عند اخ يوسف، وجمعنا مع بعض السنايد الحباب، تعرفنا على شي ناس. وشكرا للناس المنظمين، شكرا الاخ يوسف، شكرا الاخ مروان على الدعوه ديالو، وشكرا للناس اللي شاركوا في النشاط كاملين ونشكر النشاط، وشكرا للمدينه ديال اصيل. ان شاء الله كنتمنى انه تكون مبادرات اخرى خارج شهر رمضان وفي مناسبات واعياد اخرى. الشباب بحال الاخوان، نذكر الاسماء، نهني كاين شي شباب وليد اللي كيعطيونا شي افكار نحاولوا نديروهم، نخرجوا داك الشاب من قوقعه ديال الدار ودوزيام وداك الشيء. وكنتمنوا الشباب كاملين تغير لهم المونتاليتي ديال العقل ديالهم. وما كرهتش ان شاء الله نعاودوا شي فطور هكذا يكون جماعي. كنتمنى دائما يعني تعاودوا بحال هاد الخرجات اللي بحال هكا. صراحه كل مره عيد زادوا الشباب وعيد زاد التعارف. هذا اللي كنتمناو، يكسروا الانشطه داخل المدينه ويكونوا الشباب متفاعلين مع الانشطه. نتمنى مره اخرى نعاودوها في اقرب وقت، ويكون كثار الناس بزاف، ونتمناو هادشي يبقى يتعاود، ما يبقاش هنايا. ما بغيناش نبقاو ندورو كل مره في حلقه مفرغه، اللي نديروه اليوم نعاودو غدا. نبداو ملي بدينا نبداو هذا العام هذا ان شاء الله، نبداو بهاد الخرجه هذه ولا بهاد الكرسي هذه. ما شاء الله تمنى غير الخير لبعضياتنا والتيسير، الحمد لله داز واعر. بصراحه هادو هما الافكار اللي خصهم يفكروا فيهم كجمعيات، كمجتمع مدني، كناس كبار، ككل شيء، يعني ماشي غير الشباب. بالحق نتمنى التعاود مره اخرى، دابا رمضان سالا، بحق رمضان الجاي ان شاء الله يكون تكون مسافه المرات ان شاء الله. كنتمنى التعاود مره اخرى، ورمضان مبارك. وكنتمنى ان شاء الله التعاود، ماشي ضروري يكون رمضان، واخا ماشي رمضان ان شاء الله، من الصيف طويله والصيف ديال هادشي هذا ديال الجلسه السعيده نقيين، والثقافه عامه. وشكرا، رمضان مبارك سعيد.